طيب انت بقى رايك ايه؟ لانه زي ما انت قلت في ناس بتقول ان كولر كان لازم يجرب اللعيبه الجديده، وهو نفسه معترف انه كان لازم، خلاص انت حاسم الدوري فجرب براحتك يعني. وفي ناس تقول لك لا ده ماتش بيراميدز ليه حسابات تانية، وزي ما انت قلت برضو انه دايما المباراه ما بين الاهلي وبيراميدز فيها حساسيه شويه. ما هو في النهايه انت لعبت بالتشكيل الاساسي وخسرت المباراه وخسرت الدوري اللي هزيمه، فبالتالي انه التارجت بتاعك ان الدوري اللي هزيمه خسرته برضه. طيب لا انت ريحت اللعيبه بتاعتك ايه السبب في ده، كولر ولا اللعيبه؟ لا ما هو خلي بالك اللعيبه نفسها خلاص، هي يعني انا كسبت الدوري، فبالتالي انه حتى الحافز عندي ما بقيش اللي هو يعني مش بصارع ومش بحارب ان انا اكسب بيراميدز عشان خاطر الدوري اللي هزيمه. انا التارجت الاساسي بتاعي ان انا كسبت الدوري قبل نهايه الدوري بخمس جولات، فبالتالي انه مع الارهاق يعني حتى لعيبه الاهلي كانت ناشره صور قبل المباراه ب 48 ساعه انه يعني نفسنا يعني نلتقط انفاسنا واللي راح الساحل واللي راح كذا 24 ساعه وبيرجع تاني للتدريبات وماتشات. اللي نفع الاهلي السيزون ده انه السيزون اللي فات كان الزمالك حسب الدوري، الاهلي ما كانش ليه فرص، فبالتالي انه ريح كل اللعيبه الاساسيه. وحتى كان في تصريح شهير لسواريش مدرب الاهلي السابق انه الاهلي الموسم القادم سيفوز بكل البطولات، وده اللي حصل لانه اللعيبه ريحت اكتر من شهر اللعيبه الاساسيه، فلما رجعوا فايقين يعني كملوا بشكل كويس جدا. انت دلوقتي ما قدرتش تدي اللعيبه فتره راحه كافيه، وخلاص انت بتتكلم انت داخل على نص سبتمبر هيبدا الدوري الجديد، عندك مشاركه في السوبر الافريقي او السوبر ليج، وعندك ماتش السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه في السعوديه في شهر 8، فبالتالي خلاص جدولك مزدحم جدا، وعندك الدوري وعندك الكاس لسه بتشارك في الكاس، وعندك السوبر في شهر 10 هتلعب في الامارات مضغوط. فبالتالي مضغوط بشكل كبير جدا. كان لازم الفتره دي انه اللعيبه على الاقل تريح شهر بس، واحنا بنشوف حتى يعني كل الدوريات الاوروبيه انه خلاص الدوري خلص اجازه لكل اللعيبه بيستمتعوا بوقتهم وبيرجع لفتره الاعداد. احنا شايفين انه لسه الفرق لسه راجعه من اسبوع مثلا تبدا معسكراتها، والفتره التدريبيه خدوا يعني بتاع شهر او شهر ونص بيستمتعوا بالعطله بتاعتهم يعني.